اليوم راح اخليكم تعرفون ثمان لاعبين هم الهدافين التاريخيين لانديتهم على مستوى الدوري العراقي على مدار التاريخ. الهداف التاريخي لنادي النجف برصيد 192 هدف اللاعب علي هاشم. الهداف التاريخي لنادي كربلاء هو اللاعب صاحب عباس برصيد 50 هدف. الهداف التاريخي لنادي الميناء الرياضي جليل حنون برصيد 271 هدف. الهداف التاريخي لنادي اربيل برصيد 80 هدف اللاعب لؤي صلاح. هداف نادي الشرطه التاريخي اللاعب يونس عبد علي برصيد 135 هدف. الهداف التاريخي لنادي الطلبه برصيد 137 هدف اللاعب علاء كاظم. الهداف التاريخي لنادي القوة الجوية حماد أحمد برصيد 166 هدف. الهداف التاريخي لنادي الزوراء لحد هذه اللحظة المؤرشفين ما عندهم معلومة من هو الهداف التاريخي للزوراء، بس هي تنقسم بين النورس الطائر الكابتن أحمد راضي الله يرحمه والكابتن كريم صدام والكابتن ثامر يوسف. وهسه السؤال إلك، اكتب لي بالتعليقات من هو الهداف التاريخي لنادي الكابتن. أنت حر بداخل سجن. هذا الفيديو برعاية وكالة بريزن جيمينج سنتر، وذكر دائما